له شي تصويره وشي تصويره بو بو تو تو شي لعيبه مهم بحال هكا انت صباح مكوف القاصح قاسم صباح ميت صباح ميت حنا تطالبوا بعداك اول حاجه يستطاد الساحره هذه وثاني حاجه بغينا نركب الحيوان الا جينا نشوفوا هنا ما بقاش عندنا قطوط بصفه عامه قطوط ما بقاش يديروا عندنا بغينا نشوفوهم بغينا كان عندنا قطوط حنا في ديورنا ما بقاوش بصفه عامه واخا بغيناكم ديروا معنا شي حد والبارح صرت شي تهديدات بشي شي ربعه د البنات كات كات وقفوا عليا هنا كانوا بغاو يضربوا لي الطوموبيل كذا اجوني فاس اجوني فاس ونوريكم شرع يديا اللي باغي ينتقم مني غنوريك شرع يديا واللي باغي الخير انا مرحبا معاه في الخير واي حاجه طلبها مني نديرها معاه في الخير اما شي حاجه يبقى تصور عليا ولا تصور عليك ولا فاتحه تبقى تصيفط عليا باش ترشيني هذاك الشيء خليه عندك يا فاتحه ما تترشاش وما تتباعش ما بيعش عرقي وما بيعش دمي وما بيعش الوطن ديالي وما حارقينش حنايا راه ما نحرقوش وما غاديش نخول البلاد هادي راه بلادنا وبلاد جدودنا تربوا فيها جدودنا مواتنا خوتنا حنايا زدنا فيها كبرنا فيها والحفار اللي كانوا كنا تلعبوا فيهم القوات اللي كانت تيبنيو كنا تلعبوا فيهم هادشي هذا خاصة تساقط هادي خاصة تحيد ماشي هادي وطنيا حنا دولة إسلامية راه ماشي كفر حنايا واش نهضروا حنا بشي لغة تشاو 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 حنا راه ماشي جوج حنا راه إسلام وتنهضروا كله وتنفرزوا عارفين عارفين هادي كفر عارفين هادي حرام عارف السرق والطاع ويادا أو يذهبوا إلى السجن وزير إلى آخره إلى آخره وخويا حنايا هادشي هذا ماشي ديرونا باش نشار ولا فلوس هادشي ديروه جاتنا الخير على الوطن ديالي وعلى البلاد ديالي الملك وعلى حومتي والملك الله يسرو والله يخليه لينا قد ديالو وحنا معاونينو من جهه اخرى فهمتيني واخا هو يد واحد راه ما تتصفقش ولكن راه تتصرفق حنا معاه وحنا خير خاصنا نحيدو هادشي هذا والله يرحم لكم الوالدين وعارف وراه تنعرفو ديك ود كازا الحطه في كازا تقول لي انا ياكس خدام معاك في مارشي كنا تنطلعو وما تنعرفوكش اخي انا اول ما خرجت من السلا وانا راه زدت هنايا وكبرت هنايا وما عمري خرجت من هنايا دابا اش عارف اعطيني العود الحمى في السلا دوار الشيخ مفضل سنقات اسني اللي كانت تنقى ستة فهمتي وماواتي هادو وخوتنا وكلشي هذاك اللي تيحط عليا باطل تيقولك تيعرف علي يدو جاب لي 3 مليون جاب لي كسك جاب لي يد كسك تيخور تيخور في الاخر لا عنده رزقه في دار ما تنعرفك لا شريف وما عمر الشك ما عمر الشك ها تتعرفني نتايا يلا شوي تتعرف عليا انايا عطيني شي اماره تدير بينا تتعرفني يلا ها شو سميت خويا يلا ما يعرفوش شو سميت امي ما يعرفوش شو سميت صاحبي با شو سميت با يلا في ساكن انايا ياك سمعك في كازا فرحت وانا يا فسلادة واخا ما تنعرفكش ما عمري الشك انا تزدت هنا واخا شوف على شي حال الله يرحم الميساج ديال الناس كانوا دوك الفيديوهات فيهم بعض يعني شي يقول لك شو واش تقول اش تقول مثلا الميساج كيقول لك شي واحد مات شويتي امي ما عندكش حق تصور علاش هذا الميساج هذا معك في هذا الموضوع هذا هذيك اللي قالت ما مشات باش تشوف ليها الباك عند العكوزه ما لقاتش خدمه شوف مع الله والله يرحم الوالدين شوف والله هذه راه ساحره كذابه راه شي واخا كون جاي مثلا في الطريق انا وكون جاي في الطريق ومثلا درت تكسيدو ما طرا لي والحمد لله داكشي من عند الله وجيت عندها عوذ بالله من دخل عند هذه ما دخلتش عندها ما كفرتش بالله انايا نقدر ندير اي حاجه وما كفرتش بالله فهمتيني وتجي عندها انا وندخل عندها وتقول لي وراك تيجي ضربات في الطوموبيل وما طرا لك والو وتكون فري راه ما غادي نتيق حيت هذه ورقات عيد دم رحمة الله لا إله إلا محمد رسول الله وهذه اللي تقول لك عندها الباب هذه اللي عندها الباب تقول لك ما سيفطات اللي حقا باش حدي العكوسة وسيرة وانا ما عنديش الباب وانا خارجها بيت السابعة وانا نقهر عباد الله بالهضرة ونوريهم الواقع كي داير وصافي اما اللي بغى يهددني ما يجينيش من اللور اجينا من القدام ونوريك وجهي كي داير على 62 وعندنا عندنا واحد الشكايه ضده عندنا عرضه وعندنا الشكايه ضده واحد وقيله ويلا باقي الا باقي الا باقي الا باقي يذكرني عقلي وقيله وحده في 2003 وحده في 2008 ولا جينا دابا جمعوا الطوطال كامل ياك
هاد السيده هاد الفلوس اللي عندها اللي دارتهم باش دارتهم حرام وفين يمشي هذا كاين ليه مصلحه الحرام لا ما خصش شي في الحرام هادشي هذا خاص يمشي للاصلاحيات الخيريات الدوله يتعاون واخا حرام ولكن ما يمشي للخيريات ربي حاسب هذوك الناس خاص يمشي لهم ربي غادي يحل لهم ان شاء الله الا بغى ربي وهاد السيده هادي راه خويا راه كاينه هادي كفر شيطانة ولي تتبع هادي شيطان واخويا في عمري 30 عام عطينا خويا 30 عام عزيز ربها كيبيع الطواجن وكيبيع القصريات وكيبيع هذا كنعرفوا احنا او اخوان وهاد الدار كانت صغيرة هادي ماشي دار الدار عندها من الجهة الأخرى المهم بلاتي يعطينا حنايا هي خمسة ديال الناس تيتأدوا في النهار تيتأدوا في النهار خمسة ديال الناس شحال واحد شحال في عمرك ابو احمد؟ انا جيت 62 فاش زايد انا وانايا عندي 30 عام وهاد السيد هذا شحال عنده؟ 56 عام 56 عام و56 عام وزيد على 30 عام زيدوا على 14 عام وضربها خمسة الناس يحمقوا في النار شحال ساوية؟ 100 عام راه المغرب راه كامل حمق والله يسهل عليكم الله يدير لكم شي تاول خير المهم لقينا كيفاش نعتقوه راه عتقناه واللي ما لقيناش كيفاش نعتقوه ما عندنا ما نديروا له المهم بالنسبة لذاك الناس وانا ماشي هادشي درتو باش تشر جاتني غير على البلاد وجاتني دمي سخون وما تحمش الحقرة وهذا الشيء هذا تحدث يا ربي عودوا بلا مشطار بالنسبه لذاك الناس اللي تيقول لك راه دوال مشى تيصور وما يتعاقب قانونيا تسرق هذا الناس انا معاه انا تسرق هاد الناس راه ماشي مشى دخل عليهم لديارهم دار لهم فيديو في بيت النعاس ناعسين راه هاد الناس هما داروا ليسانس طونوبيل وجاو لهنايا سمحوا لي واحد اخر هضره غادي باش نسالي ونختموا بها تتقول لك انايا تعديتي عليهم حشومه وانت تقول حشومه انت تقول عار ما خصكش من الله انت تعاقبي تقول حشومه واجي اختي تبادلوا هي نهار واعطينا داركم باتوا فيها واجي خذي دارنا باتي فيها نهار وتحسي بالحقره وسيري تنعسي حيدي المكياج وحيدي نشوفك على حقيقتك انا ما داير لا مكياج ما داير لا حجباني ما داير لا مكياج ما داير والو هذا الشيء من عند الله سبحانه وتعالى ونبقى به ان شاء الله وهذا الوجه اللي شفتوه اول نظره غادي تشوفوه في اخر نظره جمع سالات قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم